كاظم الساهر. كاظم الساهر، كاظم اللي ترك بصمة يعني بالوطن العربي أكيد. وترك بصمة للعراق ووصل وصل يعني إلى أبعد حد، وما أعتقد يوم من الأيام واحد راح يوصل مثل ما وصل لك كاظم. أكيد فنان عراقي طبعا كبير، وأني طبعا فخور اللي يوم من الأيام أنا اشتغلت مع هذا الرجل. حلو. زين، شو وقت نسمع فد أغنية الحان وغناء كاظم الساهر، كلمات عزيز الرسام؟ والله ما أدري، أنا ما أعرف، والله أجهل هاي القضية، ما أعرف لها شو وقت ما وقت. شو إيدك على رأسك، ماكو صداع شيء؟ لا شوية هيك. أكو صداع؟ شوية. أها. نوخر الصورة نمشيها. لا 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 لك عادي. لا والله لا بالعكس. لا لا والله أبد. إحنا صحتك تهمنا طبعًا قبل كل شيء صار عزيز. أشكرك. لكن الشارع منتظر اليوم، يريد يرجع العبر تشط على موده ان شاء الله. يريد يرجع، نحاول جهد امكاننا، يعني جاي نبحث والله عن اصوات، نبحث عن صوت جديد، نبحث عن من يحب الفن ويثابر. حياتنا لكل الاصوات الجديده، لكن نريد بصوت كاظم. بصوت كاظم والله انا مو بيدي، يعني انا شو اسوي يعني. يعني انت ما معترض يعني ولا؟ ما عندي اي اعتراض صدقني. ما عندي. يعني اذا سوينا وساطه ما تصير، ما تصير، انساها القضيه. ما تصير. السبب من عندك؟ لا مو من عندي أنا، شعلي أقول لك ما تصير، يعني هاي الشغلة نساها، صارت فجوة كبيرة. إيه يعني فد شيء بالنفس بعد انتهى. يعني اليوم إذا حتى عزيز الرسام كتب نص لكاظم ما يكتبه بروحية عبرت الشرطة. لا مو شرط بالروحية، هي كلها تغيرت الروحيات وجربناها، وحتى كانت جلسة يوم من الأيام اعطيتها ناس وهو كيف عليه، اللي هو ارتاحيتي لو إلا أموت. رادي لحنا، رادي لحنا ما قدر يلحنا. اي نعم، هاي بعد الاشكال. اي ما قدر يلحنا، طيت المهند لحنا وغنى. اي يعني ما جاي يقول لك، يعني ما دام تحدث فتشي بالنفس تروح ذيك الشغله بعد. خلينا بالذكريات، حكينا على روحة الناصرية وروحت فيها الناصرية. شغله طريفه هاي ما الناصرية، هاي اول بدايتي مع الفنان كاظم الساهر. كانت حفلة ببهو الإدارة المحلية. حلو. فقلت له كاظم احنا راح نروح للناصرية وذولا راح يجون قرايبي وعمامي وأخوي، ما أوصيك لا تفشني، أريدك تذكر اسمي. حلو. قال لي شلون ما أذكر اسمك؟ حلو. كل الأغاني مالاتك لازم أذكر اسمك. حلو. قلت له أشكرك. فراح الأخ غنى وأنا أنتظر هسه يقول اسمي، هسه يقول اسمي، ماكو. كمل، نزل من المسرح ولا حتى ذكر اسمي. فالجماعة يمي فقال ها ابوي تقول ذني مالاتي شو ما قال اسمك. بعد صرت عليك بحالكم انا. ما عاتبته في حينها. قلت لي ليش ما ذكرتني؟ ليش اسوي؟ نروح للكويت انت وكاظم. شلون الاجواء لما رحت للكويت؟ يعني هذه ذكريات. والله اجواء يعني بالبداية كان عندنا مثل الحلم، احنا طالعين برا خارج العراق. وكان احتفاء الناس كلش قوي بينا. هاي الكويت. حلو. نروح لأمريكا. اي امريكا هم نفس الشيء، نفس ال رحنا الى امريكا وهم رحت سوا لو هو راح قبلك؟ لا اثنيننا سوا رحنا. اي اثنيننا سوا، وبعدين انا قدر ان ارجع وهو يبقى هناك. ليش قدر ان ترجع؟ بعد هي ظروف صارت هنا، يعني القشة التي قصمت ظهر البعير بأمريكا. هي هاي ايش تسوي منك الخلاف. اي منك الخلاف بدأ، هي بداية من الكويت تقريبا، وبعدين رجعت ثاني. يعني كان سببها والله هو بسيط، السبب ما له اي ذكر، بس واحدة هو الطور. شنو هو؟ كان بداية روتانا. مو روتانا، العفو، النظائر. حلو. طلبت كاسية العزيز. حلو. ايه فأني قلت له يا كاظم أنا ما يوم من الأيام طلبت من عندك فلوس أو ردت فلوس. حلو. فممكن أخذ حقوقي من الشركة نفسها دايركت. حلو. فزعل هو. ايه وانت تقول ما فد يوم طلبت من العد هذه النصوص. ايه. بدون مقابل. ايه بدون مقابل، شنو العد؟ احنا غير أصدقاء يعني. هسه احنا اصدقاء، هذا حتى مهند محسن ساله انت يوم من الايام لازم يجي ماخذ منه فلوس بالمجان؟
مو مجان، ما عندهم الناس، كان ما عندهم، ماكو فلوس. يعني مثلا مشيتنا بدرب، خلينا من مشيتنا، عبرت الشط، عبرت الشط عبر سبيل بدون فلوس. مو هاي بالبدايات ماكو فلوس، ما ماشي عندنا. وكاظم غنى وكاظم اشتهر وكاظم صارت لحفلات. مو هيك تجي الشغلة، تجي بالتدريج. البداية ماكو شيء، أصدقاء احنا، بس بعدين من تتطور الشغلة وتكبر وصارت مسألة تجارية هنا اختلف الوضع. افتهمتني؟ من صارت المسألة تجارية فلتت من ايدي انا وكل شيء راح. افتهمتني؟ منطق زين مال ذن الأغاني القديمة اللي صعدت بها كاظم. هاي اقول لك، هاي قصة طويلة، قصة طويلة وقصة شغلات بيها تعب وبيها، أنا ما أريد أدوخ رأس العالم بهاي الشغلة. هاي شغلة نعوفها للزمن وخليها، ما أريد أذكرها، ماكو داعي. أنا يكفي عليها، هو رجل ناجح وبالعافية عليه، خلاص. وعليه أنا زين بالنسبة لي، أنا مرتاح لكون هو طالع وزين. زين خلينا بموضوع، يعني طبعا أكيد اليوم الشارع يحب عزيز الرسام. نعم. وسامع عن موضوع أمريكا، لكن ما نحن ما نحب نطرق، بس لكن الموضوع بأمريكا، هو غلق تليفونه أو هيك شيء أو لا مو قصة غلق تليفونه، هي بأمريكا الخلاف اللي صار بالكويت هو بقى بالذهن إلى أمريكا، فمن أمريكا طلب مني قال لي أنت لازم ترجع. هو رجعك؟ أي، فأنا رجعت. هي هيك يعني قال لك منا وانتهينا. اي منا وانتهينا. كلمة الكاظم، كلمة اقول الله يوفقه. بس مسامحة؟ انا دائما مسامح. مسامح مع الجميع؟ اي مع كاظم مسامحة؟ لا مسامحة، ما عندي شيء وياه، ما عندي شيء وياه، لان كل انسان وتفكيره. كل انسان وقابلية تفكيره. ايش قد يعني ما بعد الموت ما تقول أنا كاظم أنا الحق يمك؟ لا الحق بعد عمر طويل. لا ما بري الذمة من كل الأشياء، ما لي علاقة بها طبعا، لأن هاي الأمور أمور دنيا. شكرا. وأمور الدنيا تروح وتجي، على هذا الروح وهذا القلب الأبيض وهذا يعني البياض اللي طبعا يحمل عزيز الرسام، وهذا الروح أشكرك. هذه الإنسانية طبعا اللي تعودنا عليها من عزيز الرسام. شكرا. ودائما مواضيعك تسامحية ومواضيعك كل أشكرك. نكران الذات والتفاني يحمل عزيز الرسام. أشكرك. أكيد احنا فخورين بيك، لكن خلينا بمشيتني بدرب الألم. بعد أمريكا كان انتهى الموضوع وما عندك أي تواصل يا كاظم وماكو أي أعمال يا كاظم، وجيت مشيتني بدرب الألم. هي مشيتني بدرب الألم، هي كان المشروع لأغنية طويلة ثانية طولها ساعة، عدا الغربة. هي من ضمن الغربة، من ضمن الغربة هاي. حلو. فكان مشروع كامل متكامل، أغنية طويلة طولها ساعة. حلو. فتفاجأت كاظم غنى درب الألم من عدها، أخذ اتصل بيك قال لك راح أغني؟ لا، دز لك فلوس؟ هاي بعدين استلمت فلوس من بعد ما تغنت، يعني بعد صرت بأمر الواقع. أنا شو أسوي يعني، تغنت وعلى حسب الأصول ولازم تقدم تنازل على مود روتانا، هو كان بروتانا. ليش قدم التنازل؟ لازم اقدم تنازل. ليش ما قلت انا ما اقبل يعني، هذا عملي انا شلون تقبل؟ ما انا بالنسبه لي ما اعرف ارفض. هي هاي مشكلتي. ايش قد استلمت؟ لا يمكن اتذكر طاني بوقتها 2000 دولار. اي بس اي، واحتجيت وزعل، زعلوا. كل ما احتج يزعلون، ما ادري ليش. هاي سنة والله ما أدري، 2000 تقريبا. اي ما تقريبا، بس 2000 دولار زينة. ها 2000 دولار زينة؟ لا انت شوف، لا تحسبها هيك. 2000 دولار يعني بصراحة أحكي لك على نص صار لأكثر من 10 سنوات مضمون. لو مخلي فلوسك بالبنك كان ولدت لك أشياء هواية، ومن غير اللي أنت تعبان عليه، وهو أغنية طولها ساعة وتفلشت. تفتهمني؟ يعني هي المقصد مو الـ2000 دولار، شنو قيمة الـ2000؟ تروح وتجي الـ2000. أنا